أريج، عبر سنوات الحرب على سوريا لم يتوقف العمل التطوعي من المجتمع الأهلي بمختلف مجال الحياة الاجتماعية. أكيد هالأعمال والمبادرات بتأكد أن السوريين هن على قلب رجل واحد. اليوم قامت رعية كنيسة سيدة دمشق بمبادرة هي الأولى من نوعها، وهي التبرع بالدم. الفكرة بأنه أجت سيارة على باب الكنيسة وتم التبرع بالدم، وأكيد لنتعرف أكثر على هالفكرة وعلى هالمبادرة بسرنا أنه نرحب بالدكتور يوسف قزح وماري لويس حداد، نائب القائد العام لكشاف سنابل المحبة. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. صباح. يعني دم جديد تحت هذا العنوان كانت الحملة، خلينا نحكي عنها دكتور يوسف. هلا هي الحملة هي السادسة، الحملة خلال الأزمة مبلشين نحن من سنة 2008 بالحملات التبرع. هلا هي كان لها ميزة إنه مثل ما تفضلت إنه غيرنا النوع، يعني صارت سيارة إجت عباب الكنيسة وصارت تبرع جوات السيارة. هي أول مرة بتصير بسوريا، وحب مركز تبرع على جامعة دمشق يجربها معنا، فهي كانت الحملة طريقتها. هي مثل ما ذكرت انه لاول مره بتم هالعمليه، ماري انه كيف حسيتي العالم هيك عم بتقبلوا فكره انه في سياره برا وتعوا اذا بتحبوا تتبرعوا بالدم؟ اي كثير كان في اقبال، والعالم كثير حبوا الفكره. يمكن هن مستصعبين تطلع على بنك الدم او شيء، بس العالم عن جد عندها روح العطي، فكتير عالم اجت وتبرعت وكان يعني حابين انه دائما يعملوا لنا اياها. هي كفكره انه خارج المستشفى او خارج مركز بنك الدم، يعني كيف تقبلوها العالم انه من ناحيه التعقيم، من ناحيه من هي الناحيه الطبيه اذا بدنا نقول؟ يعني هلا هي السياره معقمه بالكامل ومعها مولده خاصه وتكييف، يعني عالم كانوا مرتاحين تمام. بالعكس هذا خفف عليهم، يعني فوته المشفى في عالم بيلاقوها صعبه، بيخافوا من فوته ومن جو المشفى، فبالعكس يعني ريحتهم من هالناحية. والناحية العقابة وهي كان كله تمام، يعني تجربة جديدة وحلوة وناجحة. يعني دكتور يوسف، تعرف انت انه وقت الواحد يتبرع بالدم ممكن يكون في اعراض ترافقه خلال التبرع بالدم، ممكن ينزل ضغطه وممكن يدوخ، هالاشياء كلها كانت محضرة ضمن السيارة واخدين يعني هالامور بعين الاعتبار؟ ايه تمام، هالاسعافات اولية كلها بالسيارة، ونحن جنب السيارة عملنا مثل استراحة عشان اي طارئ صار. الحمد لله ما صار شيء يعني، فلو صار اي شيء كنا جاهزين دغري. تمام. يعني كيف كانت الأجواء ووين تقريباً أنتوا تنقلتوا؟ خلينا نحكي. نحن ما تنقلنا، كنا واقفين على باب الكنيسة وضلينا واقفين. خبرتوا العالم أنتوا قبل بيوم أنه جاي سيارة؟ كيف يعني خبرتوا العالم؟ كيف تم التواصل معنا؟ عن طريق صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وحطينا بوسترات بالكنائس حوالينا. تمام. وإجوا العالم كتير، يعني عن جد كان الإقبال كتير حلو وكتير قوي، وإن شاء الله منعيدها غير مرة. إن شاء الله. إن شاء الله. وقتها كنتوا عم تحضروا لهذا المشروع، كيف ولدت الفكرة عندكم؟ هلا هي نحن عنا الفكرة يعني قديمة، فكرة التبرع بالدم، وكل سنة بنعملها وإنها أهداف كتيرة فيها. هلا الفكرة السيارة طلعت من المركز، حب يعني هو أعطانا الفكرة ونحن بنتعامل معه دائما، فحب يجربها معنا. ونحن وافقنا شيء جديد، ويعني من اي شيء بيخدم الوطن او شيء بنحاول نجرب فيه حتى لو شيء جديد. زميلتنا نرمين عمار كانت موجوده معكم امبارح، خلونا نتابع المشاهد كيف كانت الاجواء وبنرجع. الحملة بال 2008 هي سادس حملة، كلهم كانوا بمركز جامعة دمشق لنقل الدم. هي أول حملة بتصير عملناها خارج المركز، قدروا يجيبوا معدات موجودة بهذا الباص الموجود هون، معدات كأنك عم تبرعي هونيك عندهم، الكراسي المواد كلها موجودة هون. فهي أول مرة بتصير إنه نحن بنجي وبنتبرع خارج المركز. عندنا وحدة قطف متنقلة، هي وحدة قطف متنقلة اليوم أول يوم تباشر عملها، مجهزة بكامل التجهيزات كأنها غرفة تبرع بالدم، مجهزة بموازين، مجهزة بكياس، بكل شيء بخص سحب الدم موجود فيها للعربي. لازم نتبرع نحن لأنه كل مواطن بحاجة للدم
في كثير عنا إصابات والمشافي بحاجة. ثلاث أرباع العالم برمضان رح تكون إنه صايمة وما لها قدرانة وفعلاً يعني فعلاً بيكون في تعب، فنحن بحاجة إنه يصير هذا الشيء قبل رمضان ويأخذوا كمية منيحة مشان وقت العالم تعتاز يكون في وارد منيح. عرفنا إنه اليوم في تبرع بالدم فجينا لهون نحن نقدم هذا الدم، في ناس بحاجته، في ناس ممكن تكون جرحى كمان بحاجة هذا الدم. يوسف عن جد شفنا العالم حابين الفكرة وأنه هي بتسهل عليهم يروحوا على بنك الدم ويمكن كمان هيك أسهل وبيلاقوا شيء أنه شيء جديد ممكن يتشجعوا ويتبرعوا بالدم. ممكن تعيدوها هالفكرة؟ أكيد، والعالم كلها طالبتنا نعيدها، فإن شاء الله بنعيدها عن قريب، بننسق مع المركز بس أكيد بنعيد الفكرة. شو هي أكثر شيء صعوبات عم واجهتوها يعني بهي الحملة أو بغيرها من الحملات أنتوا يعني بكشف سنابل المحبة؟ في صعوبات بالعادة يعني نعمل بيكون كل شيء مسهل، فوتتنا السرعة كله، هو ما في أي بنا أي صعوبات. التنظيم بيكون أكثر من جهاتكم؟ إيه أكيد. بس في تعاون كبير بأكيد من المركز. نعم. يعني هيك حملات إن كان تبرع بالدم أو أي حملات تانية بتفيد وطننا تحمل رسائل كتير كبيرة. اليوم شو كانت رسالتكم من هالحملة؟ رسالتنا الأولى أنه نحن كشباب كفريق تطوعي بدنا نساهم قد شيء قد ما فينا بأنه نخدم الوطن. نحن هذا شيء بسيط كتير عملناه قدام تضحيات الجيش العربي السوري، ويعني هالدم يعني شيء بسيط أي حدا فينا يساوي، بس لنقدر نساهم يعني أي شيء فينا نعمله. نحن بجوز ما نقدر نحارب أو شيء، نحن يعني كل واحد له مهمته، يعني نشارك بقدراتنا لنوصل ل يعني نوازي تضحيات الجيش العربي السوري اللي مستحيل نوازي لولا ما كنا موجودين هون. تماما، كل واحد بمكانه عم يعمل شيء، وانتم كشباب عم تعملوا شيء يعني للبلد. شو هي اكثر الفعاليات حاليا اللي عم تشتغلوا عليها وتحضروا لها او كحملات بمختلف المجالات؟ هلا عندنا هي حمله تبرع بالدم اساسيه كل سنه نساويها، حتى من ست شهور ساوينا واحدة كمان هلا عدناها، وعندنا الحملات شاركنا من الاسبوع الماضي بدار الاوبرا بالفرقه الموسيقيه ساعدنا بالعزف، وشاركنا بلمسة دفا من قلوبنا كمان تبرع بالأواعي للعيال الفقيرة، وبها المجال يعني مشارك. ماري، أنت بتحسي أنه أنت يعني صبية اليوم في عندك يمكن شغلك وعندك دراستك بنفس الوقت أنت عم تقومي بأعمال تطوعية، اليوم قديش بتحسي في مسؤولية زادت عليكي؟ أكيد في مسؤولية، بس هي مسؤولية كثير حلوة، وخصوصي أنه في أجيال صغيرة هي عم تتعلم أنه أنا لازم أطلع وأعطي ونسق وقتي وأعمل كل شيء، فيعني هي مسؤوليتي إنه أنا أعلم غيري أكثر من المسؤولية اللي هي علي. هذا يمكن العطاء كمان، هذا الشيء أنتوا بتعلموه للأطفال يعني مثل ما قلتي بتنقلوا هذا الشيء العطاء والتقديم منكم للأجيال القادمة. أيضا يوسف خلينا نحكي شوي شو الشيء اللي عم تحضروا له، حكينا أنكم شو شاركتوا، هلأ شو في لقدام، شو محضرين؟ هلا حاليا عندنا فحوص فرح نوقف هالفتره، بنجي للصيف في عندنا مخيمات اولاد. هلا هي السنه رح نحاول نبعد للمحافظات الباقيه بما انه الوضع تحسن، فحابين انه يعني ما هو من اهداف الكشاف انه واحد يكتشف بلده كله محافظات جميعا، فرح نحاول نطلع مخيمات لمختلف المحافظات، وبدنا نساهم كمان باي عمل بيساعد الوضع يعني المجتمع عندنا، سواء شيء نقدر نخدم الجيش مثل مبادرة التبرع بالدم، أو شيء بما أنه الأزمة يعني صار في بجوز عيال منيح فقيرة أو شيء نحاول نساعد بها القصص، يعني أي مبادرة إنسانية نحن جاهزين فيها، ونحن عنا فريقنا كبير منيح، عنا 500 عضو بكشاف سنابل المحبة، ففينا نعمل كتير شغلات، وعنا فكر مبدع
فان شاء الله يعني نتمنى لكم كل التوفيق. أكيد بدنا نشكركم لوجودكم معنا اليوم وأيضا كل التوفيق لسنابل لكشف سنابل المحبة. بدنا نشكركم وأيضا نتمنى كل شيء جديد تقدموه يلقى النجاح مثل دايما. شكرا نحن نشكركم على استضافتنا ولنساعد عم تساعدونا بنشر روح الكشفية هي روح المبادرة والتطوع إن شاء الله شعبان نصر سوريا إن شاء الله. شكرا كثير لكم نتمنى لكم كل التوفيق.